السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة. صباح الفل الأول عليكم، احنا طالعين لكم النهاردة الصبح كده بنصبح عليكم وبنصبح على كل متابعينا ومتابعين الصحة والجمال. النهاردة الحلقة بتاعتنا حلوة جدا، مليانة فقرات وحاجات انتوا بتحبوها وطالبينها. هنتكلم دلوقتي على الفقرة الأولى، ومعانا المستمر معانا الراقي والمعالج بالرقية الشرعية الشريف الدكتور أحمد فراج، اللي احنا بنشكره جدا جدا على وجوده الدائم معانا. عندنا حاجة مهمة النهاردة نهى هتقول لنا عليها، وبرحب بنهى زميلتي. أهلا بيكي، منورانا، ودي زميلتي بقى مش ضيفة النهاردة، وهنقدم حاجات جميلة النهاردة. خليكم موجودين لحد آخر الحلقة، وهنتكلم عن الراقي أحمد فراج. احنا النهاردة ان شاء الله معنا الراقي المعالج الدكتور احمد فراج، هيكلمنا عن يعني استكمالا لحلقاته عن السحر والعين والحسد، وطبعا ما اكثرهم في حياتنا. كمان هيعرفنا النهاردة عن ازاي الست المسحورة بنزيف انها ترقي نفسها، وانها ازاي تتخلص من السحر ده. الدكتور احمد بعت لنا فيديو هنشوفه مع بعض، ويلا بينا. احنا هنشوف الفيديو دلوقتي، هنشوف الفيديو دلوقتي بتاع الدكتور احمد فراج، واحنا عايزين نقول ان احنا هدفنا بنحارب الشعوذه والدجل والضحك على الناس، وبنقول ان احنا الرقيه الشرعيه دي اهم حاجه، ماشيين على سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. بنقول ان احنا ما نمشيش ورا الدجالين، ونشوف الطب، نشوف الحاله النفسيه، وبعد كده نروح لل المعالجين بالرقية الشرعية. وده برضو كلام الدكتور أحمد فراج. هنروح نشوف كلامه وهنرجع تاني نعلق على كلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المشاهدين والمتابعين، أستاذة سومة والسادة القائمين على البرنامج، تحياتي لكم جميعا. هنتكلم النهاردة عن سحر الطلب مني علاجه وطرق التخلص من هذا السحر، وهو منتشر في المجتمعات النسائية، وهو سحر النزيف عند النساء. سحر النزيف عند النساء، بس هنا لازم نوضح في أمور معينة حتى لا يختلطوا الزيت بالماء، يعني عشان بس نرتب أمورنا. وهتكلم معاكم برضو ببساطة وتلقائية زي ما حضراتكم متعودين مني، ومش باللغة العربية الفصحى، لا أنا هتكلم معاكم بأسلوب سلس عشان نوصل لمعلومة. أول حاجة لازم نفرق، هل النزيف ده ناتج عن سحر، او مس عاشق جاي بيأذيها عشان يبعدها عن حواليها، ولا مرض طبي؟ هنا بقى السؤال. طيب عشان نفرق، علشان ما نتوهش ونخلط الامور ببعضها، النزيف الناتج عن اثار طبيه تحتاج للجوء الى طبيب، لا تتردد الى الذهاب الى الطبيب، قولا واحدا، عشان نبقى متفقين على هذا المبدأ. طيب إذا كان ناتج عن مس أو سحر خاص بالنزيف، فلا بد من الرقية. طيب هعرف إزاي إذا كان ناتج عن سحر أو نزيف؟ لما تروح لدكتور ويقول لك لا، فحوصاتك سليمة، أمورك طيبة، مفيش حاجة تسبب النزيف، مفيش حاجة تؤدي إلى خروج هذا الدم من الرحم، أمورك طيبة، ولكن لا نعلم من أين يأتي هذا النزيف. طيب ركزوا في الحلقة دي قوي، عشان هي مجموعة خطوات وهترتبط أيضا بنتائج هنتكلم في إيه. طيب اتأكدنا إن هذا النزيف للسيدة أو الأنثى نتيجة سحر أو مس، يا إما سحر نزيف مسلط بالأذى، أو عارض عاشق. للعلم العارض العاشق مش لازم الست يجي لها راجل والراجل يجي له ست، لا، ممكن يجي لها انثى او ذكر عشق، عادي جدا للعلم، للمعلومات بس الناس، عشان بس ايه نصحح بعض الامور والمفاهيم. فيسبب لها النزيف باستمرار حتى لا تقوم بالعلاقه الزوجيه مع جوزها، في حالات الست المتزوجه لما يجي لها جن عاشق او عارض عاشق فيمنعها من العلاقة الزوجية فيسبب لها هذا النزيف. وممكن يكون جاي عن طريق سحر بالأذى لتصفية هذه المرأة، فيقوم بجعلها تنزف باستمرار ولا تتطهر أبدا.
العلاج على خطوات. اولا الرقية الشرعية وحضور العارض على جسم الانسان، واما حرقه واما اعلان اسلامه. وانا دايما بفضل في الحالات، وحضراتكم اكون المتابعين طبعا عندي على الجروب وتعليقات الناس وعلى قناتي على اليوتيوب، ان انا دايما يعني بتجه الى ان يكون العارض يعلن اسلامه وخروجه الامن من الجسم باذن الله رب العالمين، اعلان اسلامه لله ويتوب توبة النصوحة واخذ عليه القسم وخروجه. طيب كده السحر انتهى؟ لا ما انتهاش. خروج العارض شيء وانهاء النزيف شيء تاني. انهاء النزيف شيء تاني. في حالات بمجرد خروج العارض يتوقف النزيف، سواء سحر او مس. وفي حالات خروج العارض، العارض يخرج من جسمه ولكن هو سبب اثار معينه او التعويذه اللي اتربط بيها في جسم الانسان تسبب هذا النزيف، وده كان خادم بس له خادم. طيب هنا بقى لو لسه في اثار لهذا السحر موجوده في الرحم ازاي نخرجه؟ هنا في طريقتين، طريقه بالاعشاب وطريقه بالقوه النورانيه للقران، عشان تبقى الامور ماشيه. ده بعد الرقيه الشرعيه وخروج العارض. بعد خروج العارض طبعا الانسان بيلتزم دينيا الصلاه، قراءه القران، اذكار الصباح، اذكار المساء، الاغتسال والاستحمام بالماء والملح، والتطيب بالمسك سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول كان بيطيب بالمسك، المسك الاحمر. هنبدا بعد كده موضوع الارياح. موضوع الارياح بنجيب الحلتيت اللي هو بيسموه علميا جذور نبات شمر البر، جذور نبات شمر البر. ده بنجيب منه قطعه ريحته نفاذه، بتاثر وبتنهي وبتقطع اي اثار ناتجه عن السحر في جسم او رحم الانثى، وبيوضع في اناء. يعني تجيب قطعه تحطها في اناء ونسيبها، وكل ما الاخت الفاضله اللي بتعاني من النزيف تخش الحمام فصباحا ومساء تقوم بعمليه التشطيف المهبلي الخارجي بهذا منقوع الحلتيت او الحلتيت المنقوع في الميه، وباذن الله رب العالمين بيتوقف النزيف. طيب في حالات متقدمه جدا النزيف لا يتوقف والحلتيت لم يؤثر على افساد هذه الهالات في الرحم التي تسبب هذا النزيف، هنبدأ نخش في المرحلة الأعلى، استخدام بإذن الله رب العالمين زيت الزيتون. في أقاويل يقول لك هتجيب ورقة وتكتب عليها آيات قرآنية وتحطها في زيت الزيتون وتبدأ تغتسل بيه. ففي ناس تقول لك انا ليه اكتب على ورقه واحطها؟ هو السلف الصالح وابن القيم بنفسه كان يقوم بهذا الموضوع، ولكن احنا دايما خلينا نتبع السنه النبويه وهي القراءه والنفث، ننفث، ودي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فده موجود مباح عن ابن القيم، ولكن احنا بنمشي دايما على السنه ان احنا هنجيب زيت زيتون ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا 7 مرات، ونقرأ عليها سورة ياسين مرة واحدة على هذا زيت الزيتون، ثم نعيد الآية مرة أخرى 21 مرة، بسم الله الرحمن الرحيم ورفعناه مكانا عليا، ونبدأ ندهن بهذا الزيت منطقة الرحم وأسفل الظهر، وبإذن الله رب العالمين خلال ساعات قليلة يتوقف النزيف. لو أنت عملت الرقية وحضر العرض وخرج واستخدمت المية والحلتيت وعملت زيت الزيتون ولم يتوقف النزيف، فلابد من التوجه إلى الطبيب لهدف، لأن ممكن يكون السحر سبب آثار داخلية في الرحم، وبالتالي أنت أزلت الآثار تماماً ولكن بقى في مشكله، ممكن يكون سبب التكيسات، العروق اللي على الرحم بقت ضعيفه، بدات تنزل دم، وجود ورم، وجود اي حاجه تسببها بهذا السحر، فبالتالي الذهاب الى الطبيب لانهاء هذا النزيف. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، الرقيه الشرعيه مع الاغتسال بجذور نبات الشمر اللي هو الحلتيت بالماء
بعد الرقية وزيت الزيتون المقرئ عليه سورة ياسين وهذه الآية الكريمة ورفعناه مكانا عليا، بتؤدي إلى إنهاء تماما لهذا النزيف بإذن الله رب العالمين. ولا بد ان انت الانثى تروح تشيك برضك على نفسها عند الطبيب بعد هذا كله لتتاكد تماما من انتهاء هذا النزيف. ولازم نتفق دايما ان الالتزام الديني هو الوقايه من اي اسحار، وهو الصلاه في مواعيدها واذكار الصلاه واذكار الصباح والمساء وقراءه القران والدوام على سوره البقره وحسن الخلق والابتعاد عن الموبقات بإذن الله رب العالمين. في وقتها مفيش أي حد يقدر يخش جسمك، والمواظبة على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة من قالها بعد صلاة الفجر كان له هذا اليوم حرزا من الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما بقول لكم المعلومات في كبسولات خفيفة وسريعة علشان ما تتهوش معايا في الأحداث، ودايما بنربط الاحداث ببعضها، ولكن اهم حاجه زي ما قلنا وعيد تاني الالتزام الديني. حفظكم الله ووفقكم الله الى ما فيه الخير، وحفظ امه محمد باذن الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد فقره الدكتور احمد فراج، و كلام مهم جدا استفدنا بيه كلنا، واحنا بنشكره جدا جدا على التعاون معانا ورد على أسئلة المتابعين على الجروب بتاعه الراقي والمعالج بالرقية الشرعية على الفيسبوك، والقناة بتاعته الراقي والمعالج أحمد فراج على اليوتيوب. الأرقام بتاعته نزلت على الشاشة، اللي عايز يتواصل معاه يتواصل معاه وبيرد على كل الناس. الرقم موجود على الشاشة وهو بيرد على كل الناس وبيستجيب وبيساعد كل الناس، واحنا بنشكره جدا جدا على تعاونه معانا، وبنشكره جدا على كل الناس اللي حابين يتعالجوا وببعته لهم، او احنا بنبعت من خلال صفحة البرنامج وهو بيستجيب وبيرد على الناس بمنتهى الذوق والاحترام وبمنتهى الحب. بنشكرك جدا الدكتور احمد فراج، وبنتمنى تكون معانا في حلقات تانية، وده بناء على طلب المتابعين. بننهي الفقره الاولى مع الدكتور احمد فراج وبندخل في فقرتنا التانية مع الشعر. فاصل ونرجع تاني.